خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم الاثنين 8 مارس 2021، بغيت غير نسولكم لاش كيصلح النائب البرلماني الى ما كانش قدوة للمواطنين ومثال لكل شي الناس اللي صوتوا عليه وداروا فيه الثقة. كتعرفوا واحد النائب برلماني عضو الامانة العامة ديال حزب العدالة والتنمية يا حسرة ورئيس الجماعة ديال التشيرة الجهادية. هاد الويكاند وقعت ليه واحد الحادثة صغيرة، المهم طاح ترست ليه رجله، هزوه جابوه لواحد المصحه خاصه هنايا، دار واحد العمليه الحمد لله كللت بالنجاح. هنا هاد العشيه مشيت باش نعطيه واحد الباقه الورود، تخالفت معاه يمكن بدقيقه ولا جوج، قالوا لي ها هو راه يلاه خرج. المهم مشيت كنقلب ما لقيتوش، بغيت نتمنى ليه الشفاء العاجل من كل قلبي الحمد لله. ولكن عندي واحد السؤال اللي حيرني بزاف، عاد نائب برلماني ممثل الشعب هذا خاصو يكون قدوه يعطي مثال، علاش ما مشاش تعالج في مستشفى عمومي؟ ياك ما كيقول بان الاطباء ما عندهمش كفاءات، ياك ما داك المستشفى ديال انزكان ولا السبيطار الحسن الثاني غير مؤهلين باش يفتحوا الناس ولا شي حاجه. علاش كاين شي حاجه حيرتني، علاش مشى كيجري المسحه خاصه؟ واش السيد البرلماني، انا ملي سولت في مستشفى انزكان شويه العلاقات وسولت في السبيطار الحسن الثاني، لقيت بان في هاد السنوات اللي هو كاين ما عمرو جا لتما ودار شي مهام استطلاعيه، ماشي غير وحده، خاص تكون مره في الشهر كيمشي يجيب دوره تما. وحده غيكون متنكر، غادي يدخل غيشوف كي داير ليورجونس في جوج الصباح شنو ناقص، ويمشي يدوي مع المرضى مع المواطنين، المهم يتسارى. وحده غادي يجي على راس اللجنه برلمانيه ولا غير هو والكابيني ديالو محلول كيستقبل المواطنين اللي عندهم مشاكل في السبيطار، المهم بزاف الحوايج بحال هكا. لقيت ما عمرو دارها، ما عمرهم تسوقوا للسبيطار حسن الثاني، يعني جابوا ميزانيات، ذكروا مع داروا اجتماعات مع الاطباء مع الممرضين مع السيكوريتي مع المرضى وحلوا المشاكل، ماشي غير تسمع لهم وتزيد مع الطريق، لا وحليتي المشاكل. انا كنت كنتمنى السيد البرلماني ان نشوفه مشى للسبيطار حسن الثاني وقالوا ليه في الاول بلاتي نقلبوا لك على بلاصه، ولا مشى للسبيطار ديال انزكاد واللي لقاو ليه بلاصه ها هو جبدوه وداروا ليه الراديو ولقى داك مقطع وداك الشيء مقطع ماشي مشكل، يعني كندوي على الكوسان ولا حطوه فوق الباياس باش يديروا ليه الراديو، داك الباياس مقلاص يجليش. ومن بعد عطاوه الورقه وقالوا له سي شري الحديد، ومشاو عائلته كيجريو وجابوا الحديد، ومني جابوا الحديد قالوا ليه بلاتي غدا ولا بعد غدا حنا غنبرمجوا العمليه ديالك. ولقيت فاش غيديروا العمليه للسيد النائب البرلماني ممثل الشعب، تعطلت العمليه لان الطبيب ما لقاش الكمامه، لان الطبيب ما لقاش ليغات باش يقدر يفتح ليه رجلو ويعالجو، لان المعقم تقادى كانوا دايرين لهم في قرعه وعاد داروا ليهم هذاك واحد لاباري هكا كيضربها بيدو في الوقت اللي ما خصوش يقيس لاباري ماشي مشكل. المهم باش يعيش هذيك المعاناه ديال المواطن المغربي البسيط اللي ما عندوش الفلوس وكيلقى راسو في سبيطار حسن الثاني ولا في سبيطار انزكان اللي كتعرفوا سبيطار ديال واحد الجهه قداش شنا هي. سبيطار ديال انزكان فيه واحد طبيب ديال توليد النساء و25 لاموسيه، واحد طبيب وربعه الفرامليه، والنساء تتقاطر والنساء مساكن ما لقيش لي ولدهم، وسبيطار ديال انزكان كيصيفط لاكادير واكادير عندهم سور شارج. المهم ماشي كنا بغيناك تعيش السيد البرلماني هاد المعاناه وتكون مجبد واحد البيت فيه اربعه الناس ولا ثلاثه الناس، ودخل السيد البرلماني عليك المشه من الشرجم وتاكل لك ماكلتك وانت ما كتدفع فيها وهي كتلصق فيك، وكتعرف المشاش والامراض اللي كيجيو معاهم، لان هادو دي شاديغو ماشي مشاش ديال الدار اللي فيهم الفاكسان ومربين. هادشي كله كنا بغيناك تعيشوا السيد البرلماني، وحتى ملي دير العمليه السيد البرلماني كنا بغيناك تكافو ديك اللاموسيه وتلقى ظهرك كل عوج، لان اللاموسيه قديمه والمانطا عائلتك خصهم يجيبوا لك المانطا وليزار. وحتى ديك اليومين اللي دوزتي في الكلينيك كنا بغيتها دوزها في المستشفى السيد البرلماني باش عائلتك خصهم يجيو مع السبعه وقسم الصباح ويجيبوا لك الفطور، ويجيو عاوتاني مع 12 وقسمين الا زقلوها ما يدخلوش عندك باش يجيبوا لك الغداء ويجيبوا لك العشاء، ومن بعد يجيبوا لك قرعه الماء، ومن بعد هذا مهم واحد المعاناه. غادي تقول لي راه السبيطار كيعطي الماكله، هذيك الماكله غير يخليوها عندهم الناس اللي كيجيبوا المانطات والناس اللي كيجيبوا الماكله والناس اللي كيجيبوا ليباري والناس اللي كيجيبوا الدواء. المهم السيد البرلماني كنتمنى لك من كل قلبي الشفاء العاجل،
وكتعرفوا واحد القضيه، راه هذا المثال دابا كندوي على هذا السيد البرلماني من حزب العداله والتنميه، لو كان شفتوهم شحال هادي كيفاش كيناضلوا من اجل الشعب ومصالح الشعب ويضربوا في الطبله وكل شيء، نهار تقلدوا المناصب ها انتم كلهم غبروا. حاجه ثانيا السي بركيران قال لك خليوا الناس ترقع شي شويه، السيد البرلماني ماشي رقع، السيد البرلماني خيط حوايج جداد ماشي مشكل. ومن بعد ملي سولت الاصدقاء في المستشفى ديال انزكان ولا المستشفى حسن الثاني وسولتهم قلت لهم واش في هاد العامين ولا هاد 3 سنين هادي واش عمر جا شي برلماني عندكم نعس على شي مرض؟ كم لقيت ما عمر شي برلماني نعس في المستشفى ديال انزكان ولا مستشفى الحسن الثاني، ما كيدخلوش ليه، ما كاين غير المصحات الخاصه، شي واحد خاص يعني بحالي ولا اي واحد من المواطنين وعنده واحد 4 دريال ومشى لمصحه خاصه ماشي مشكل، ولكن كسلطه ولا كمنتخب ماشي من حقك، خاص باش تعطيو المثال، وهذه هي الدوله الديمقراطيه، وهنا فين بغينا نشوفوكم والمواطنين يقولوا حتى هما بافتخار تعيشوا المعاناه ديالهم. تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم. من النواب البرلمانيين الفاسدين ماشي كلهم ولكن البعض فيهم، اسمحوا لي، الله يحفظنا ويحفظكم وان شاء الله يكون خير، وما غادي يكون غير خير لان نيتنا زوينه وغادي ننتصروا على العفاريت والتماسيح، والى ما زبلت التاريخ اي واحد نكد علينا حياتنا وخرج على هاد البلاد ودار شي حاجه اللي ماشي هي هذيك لا لمدينته ولا لجهته ولا للمغرب، لان المغرب شي حاجه زوينه بزاف عاد.